إذا مشاهدينا أكيد نستكمل بقية فقراتنا، وهالمرة ننتقل إلى الشيف دلال عبد العزيز. حابين نتعرف أكثر حول مقاديرنا لطبختنا اليوم. يا هلا والله، حياكم الله. حابين نروح إلى الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي يا ترى إيش مقاديره؟ هو مكرونة سريعة التحضير. حمسنا الدجاج أولا نص استواء، بعدين رجعناها مرة ثانية خليناها على جنب، بعدين حمسنا البصل والثوم وحطينا معاها الفلفل الرومي والجزر والكروم. الكروم إضافة جديدة للنودلز، كمان عشان يطلع يكون أكثر في خضار ويأكلونه نستفيد من الخضار، يأكلون الأطفال ويأكلون الكبار والصغار اللي ما يستصغون الكروم، حلو نحطه بالنودلز يستفيدون منه. عندك كوسة، عندك الخيار، حطيه موجود بالنودلز. حتى الباذنجان احيانا يحمسونه او يشوونه او يقلونه يحطونه للنودلز. البطاطس مسلوقه تقدرين تحطينها بالنودلز عشان يستصيغها الطفل او البنات والشباب يصصغونها مع النودلز. كمان حطينا المكرونه سريعه التحضير، ومثل ما انتم شايفين بهذه الطريقه ما تتكسر، تكون سلسه زي كذا. يا سلام. ايوه، وعلينا وعليكم بالف عافيه. وخليها تتسبك مع زياده صويا صوص والبهارات المكرونه التحضير. هذه خلصنا منها. نرجع مره ثانيه للحلا. الحلا هي مفروكه الشاميه، اللي هي كوبين فستق مطحون مع كوب كنافه محمص ومطحون زي كذا ناعم، وكوب سكر بودرة نخلطه مع بالفرك كذا باليد زي ما أنتم شايفين. لا يحتاج فرن ولا يحتاج شيء، زي ما أنتم شايفين، مع فنجال موية وموية زهر. لما تفركينه يطلع معك زي كذا. هذه الجودة اللي حنا نبغاها. هذه الشيء الحين ما عندك قوالب سيليكون، ما عندك أي شيء معدات في البيت، تقدرين تسوينها بفنجال تركبين عليه بلاستيك، بعدين تحطين كمية، بعدين تاخذ شكل الفنجال بهذه الطريقة كذا. بعدين تكون مجهزة انت قشطة، يا طبيعي طازجة، او انت تبغين اي جبن عندك، اي شيء عندك ممكن تحبين ينضاف للمفروكة، بعدين تحطين الطبقة الثانية بهذه الطريقة وترصينه قوه كذا، يطلع لك بالقالب الفنجان الكامل. تحطينه بآلة التقديم، تنزل البلاستيك، يطلع لك نفس ما انت شايف بهذه الطريقه. سلام. ايوه، تسوين كميه صغيره، تسوين كميه كبيره، عندك عزومه، عندك ضيافه، ما يحتاج فرن، ما يحتاج شيء، بس اللهم انك تبردين القشطه او اداه التزيين عندك بس. وهذا حلانا، وهذا طبقنا الرئيسي، وهذا حلانا جاهز. أيوة طبعا، ما ننسى القهوة السعودية اللي موجود. باللمسات السرية لدلال عبد العزيز. هذه قهوتي، الله يحييكم في نهاية الحلقة مع القهوة. وهذه شبه أكلنا جاهز. يعطيك ألف عافية دلال عبد العزيز. شكرا كثير لك. أكيد.